عساك تصل الى منطقة المبروكات. كتيبة الغادسية، أسلحة كتيبة الغادسية. وين أبو سامة؟ ناحية سلوك الحدودية 12/8/2012 أحرار وثوار ناحية سلوك الحدودية يقومون تجهيز المتاريس الترابية للدفاع عن البلدة التي اقتحمها قوات النظام في 11/8/2012. أحرار وأبطال ناحية سلوك الحدودية. إقامة الحوالي الاضطرابية في ناحية سلوك الحدودية 12/8/2012. كتيبة عائشة التابعة للمجلس العسكري محافظة الرقة تقوم بعمليات تفتيش السيارات وحماية المدنيين من بطش النظام. مقاتلي كتيبة عائشة التابعة للمجلس العسكري. الشهيد الحاج وليد السليم تل أبيض 16/9/2012. الله أكبر عليك يا بشار، حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يا بشار. أبيض 16/9/2012. Thank you.
المسجله هي حمايه المظاهرين في ناحيه البنوك الحدوديه.